صباح الخير. صباح الخير الحاج. كيف صبحتي يا وجه الخير؟ لاباس الحاج، يسال عليك الخير. حاج صباح الخير. صباح الخير سليم. وقلا عودي جرايا. جوز شرطة جوز. ما قولش لا لا. سليم وليدي. لاباس. لاباس الحاج. ريح الحاج. الله الله. أنا بلا سكر. حاضر. وهذا يا سيدي تليفونكم واش به؟ راهو معطل. وديك التليفون شهر يمشي ثلاث شهور ما يمشيش. وهذا أنا كنت غنقو. هكذا الحاج، ساعة يمشي ساعة، ساعة يمشي نص نهار، ساعة يحبس يومين، كيما تهوالك. مالا تليفونكم مهبول. سليم، وقيلا راك خارج؟ إيه راني خارج، باش نديها للطبيب. علاش ما قالتلكش كريمة؟ نصيبها لي أنت. ما جاتش تخدم اليوم؟ ما جاتش. المسكينة عندها مشاكل كبار، الله يكون في عونها. الحاج، كل شوية كخواسون شابة. لا لا صح. شافي قراية مليحة. وأنت تقول لي راهي تعبانة وعيانة ومريضة. وقيلا يفشش فيك. لا غدها الأكبر والله. الأطباء راهي ضعيفة وهي راهي تحس بروحها. لا 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 ما عندك. رد بالك عليها قد ما تقدر. المرة حيث كان دايما رهيفة مثل الوردة. الله يسلمك الحاج، هذا كلام شباب مع الصباح. سالم وليدي، ناخذ لك شوية من وقتك ونروح. كان حتى مشكل. هاي السيد هذاك اللي حل حانوت قدامنا. هنا الحاجة طابق الثاني على اليمين. هنا الفوق. أنا عمي. ما شفتو ما نعرفو. كيفاش يقول باللي يهضر معايا؟ يا ودي جاني نسيبو. ونسيبو ما يخفاكش حبيبي. قال لي بلي انت ما حبيتش تسلع له من عندنا. والله العظيم هذه هي الخطرة الأولى اللي نسمع بها. واضحة. صح صح. الحقيقة ماشي مشكل. ياك في المفيد احنا رانا متفقين. مالو يا الحاج؟ كنت توافق له بلا ما تقسينا. لا لا. مشاورة مليحة. بالك نصيب عندك دبارة اللي تفيدني بها خير. صح عمرو هذا يقدر يجوز. واش حب هو؟ هو راه حط عينو في الموديل الجديد اللي درناه. خلاص غدوة يجي يخير ويدي سلعس. على بركة الله يا سيدي. وقيل وجه شفيقة مربوح علينا. يا سليم، عملت برايك وتزوجت بهذا الملقطة هذي. أنا على الشيطان يا الحاجة، تجوزي تريح. اسكت علي أنت سليم. نحبك درك درك ترميها برا، ولا ما راك وليدي ما راني يماك. ما بلاقل بلاقل هي تريح. رياح رياح نهار اللي ترميها برا. سمعت؟ انت يا سراقة الرجال. لوكا ماشي الصابي اللي راهو في كرشك، لوكا دوك نرميك من الطاقة. هيا ارفدي قرشك، ارفدي قرشك برا. بركات بركات، هادي دارها وداري ومرتي. هادي هادي تسميها انت مرا؟ انا لي شيطانية لا الحاجة. وانت انت يا وجه الشر، كليتي راس مواليك حتى رجعوا يدفنوا فيهم بالزوج، واليوم حبيتي تكملي علينا. هيا برا برا. خلاص هيا انت اللي تخرجي. هيا هيا روحي، لا تقولي بلي حق عندي. ولي اخرجي انت ثاني، انت ثاني. نوكل عليك ربي. خلاص خلاص ما راكش وليدي. يا الحجة انا لي شيطان يا الحجة.
انت انت بليس سليم وعلاش كانت تقول لي كليتي راس ماليه سليم سليم شكون اللي مات استني شويه ولدي اسكت عليا خليك الله يخليك ولدي ارجعي الله يخليك شكون اللي مات سليم شكون اللي مات سليم ناصر وصفية يا يما انا صفية يا يما انا ناصر خويا يا يما توخت فيهم يا يما وين نروح؟ وين تحبني نروح؟ نروح لداري ولا انت زاني ما تعرفش وين نسكن؟ جماتو خاوتها في زوج الله اكبر وقتاش هذا؟ عاود يديها للطبيب شفيقة شفيقة وش بها الحاج؟ ما تخافش ما تخافش تخافش يا تبارك شفيقة صافية الحمد لله يا ربي صافية شفيقة ناصر شفيقة ناصر حاولي الحاج شفيقة يا بنتي يا هني هنا لي هنا خلاص شفيقة لي هنا خلاص سليم والحاجة وش بها تعيط بالحاجة من بعد نفهمك شوف ريح انت معها انا بجري نروح نجيب كامل طبيب يشوفها يا يما يا يما يا يما انا خافت يتولى شفيقة سلام ترسالكم ان شاء الله ربي معك يا الحاج روح يا الحاج توخت في خاوتي دوك نجيب جري توخت في يا سليم وعلاش هديت يا سليم اندفنوا ما شفتوهش يا سليم هديت يا يما توخت في خاوتي اندفنوا ما شفتوهش يا سليم سامحيني شفيقة سامحيني أنا كيف كيف أوكي هاي سيبوا يعطيك الصحة هذو يروحوا مع الملف الفرنسي أنا كنت رايح نديهم دركا كمل هكذا وتسيب روحك في مجلس التأديب كملت معك مازال من اليوم نحبك تهبط لقاعة المهندسين وثم تراجع مع كل واحد خلاص هذو اللي تنفرد بهم هنا حتى تجب على راسك والله اللي في كرش وتبن ما يقربش للنار راني حكمتك بيدي هذو زملاء ونتعامل معهم كيما موالف خلاص خلينا من الهضره الفارغه هذه وراه ملف مشروع 96 سكن اسمع سي يوسف انا قلت ما نعاودش الملف ما يتمضاش بلا سي تي سي ولا حبيت تديه هو لك بصح مضيه انت شوف نعطيك نص ساعه ومن بعدها نحب نشوف الملف ممضي على المكتب ديالي يا بلا سي تي سي والله ما مضيتو ربي معك يا وليدي تهلا فيها قد ما تقدر ويماك شوف كاش تعبها يا الحاج يا الحاج يا الحاج لو كان على بالك شحال راني ساعد فيها ربي راه عالم بصح ام كيما هذه عمري ما سمعت بها انايا الزمان ما كانش هكذا معليش معليش هذه يماك على بالي الحاج على بالي واش الطبيب الصدمة جاتها كبيرة في هذه الساعة ما عندهاش الخاطر بصح لو كان تاخذوا رايي اديوها عند طبيب اختصاصي يكشف عليها خير يا قلت لي راهي مليحة شوف سليم المرض تاعك راهي بالجوف ما تعرفش واش حيصير من بعد شوف وقعد انت معاها هنايا انا نرافق كمال وانت الا سخصت عيط لي يعطيك الصحة الحاج نمزي تفضل كمال ربي يجيب لها شفا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شفيقة شفيقة نوض نوض هي بدي الحوايج عندك الطبيب وش ترى حكي هاي بدي الحوايج عندك عند الطبيب ما تدينيش عند الطبيب ما تدينيش عند الطبيب خليني نموت خليني نموت صافية وناصر يا سليم صافية وناصر شفيقة برك هاي هذا مكتوب ربي علاش درت فيا هكذا علاش حرام عليك علاش درت فيا هكذا علاش ما قلت ليش وخبيت عليا علاش ما خبيت ما والو والله العظيم ما كنت عارف
يومين من بعد باش سمعت. يا سليم صافية صافية وناس ندفنوا ندفنوا يا سليم ندفنوا. برك عينا دوك برك عينا. واش بنادم يقدر يدير في حاجة ربي؟ قولي لي واش نقدر ندير؟ هاي يا يما يا يما يا يما واش يصبرني عليهم يا يما؟ اديني نشوفهم اديني اديني يا سليم اديني. شوفي خا شوفي نوطي بدي لحوايجك ونديك عندي هناك. ها هاي ما تخممش يا الحاج، ربي ان شاء الله يخرج على خير. بزاف يا وليدي بزاف كترت، ان شاء الله ربي يهديها. هذا ما كان ان شاء الله ان شاء الله. سمحوا لي نطلع نشوفها. تفضل تفضل. بنيا انا اقولك صح، باباك غدني بزاف صح. يلا مشي روحو مشي. ما نقدروش. لا غير الخير. شوفي درك يطلع باباك كليمة زوج يرديها بهم ويفرت. ياسين عمرها ما حتفر على بالك يا اخي. درك خلاص عرفت بلي سليم تزوج بشفيقة. واللي كان كان يما حلفت لو كان ما يطلقهاش ديركش حاجة في روحها. لو كان سليم ما يطلق شفيقة يما هي اللي تطلق بابا، فهمت؟ ما شكيتش راهي تخوف فيكم على مكان. ها هو ياسين عمري ما شتي يما كيما اليوم. ودركم ما نروحوش لعند خوك، بالك هو اللي راه محتاجنا. ما نقدرش نتحرك من هنا. وعلاش؟ ولو كان كاش ما تدير في روحها. فيجا يماك ما رايش في البيت، رفدت حوايجها وراحت. راني هنا ما جازتش، خرجت من جنان. قلت لك باللي حدير في روحها حاجه. ما قدرتش يا سليم ما قدرتش. تحبي نجي معك؟ تجيش معايا لو كان نصيب احمد. ومن بعد هذه يماك خواتاتك يحبوك، ما تخافيش شفيقة روحي. باش نقابلهم واش نقول لهم؟ سليم اديني عند بابا اديني عند بابا عند بابا اديني عند بابا. هيا وصلنا شفيقة. جي معك. لا ما تجيش معايا. لاقل لاقل Thank you.
يا طفلة وانت درك تك حبيتي تبتي عندك. اسمع ياسين، اي تكل على ربي دي مرتك وراح اسال عليه. اي اي يلا ياسين ما نروحش. عمو على بالك بلي راني محيره بزاف. راكي غلطه يا طفله، راكي غلطه. اش بيكي؟ راني غلطه على خطر انت مش شبابه كيفاش راهو. اي روحي دوك انت يا هني وانا يا منى دوك ندير لي التليفون وخلاص. خلاص خذي راي عمك عنده الحق. يلا نروح ياسين ما نروحش حتى نشوفها. خليها يا فايزه، ما حبش تهضر معاك خليها. كي روح لها زعف تهضر معاك. ولو كان كش ما تدير فيه روحها، راك تعرفها مليح نتايا. يا بنتي ما يكون والو، كي روح لها زعف تولي هي ترجع. ترجع ايه، على بالك بلي طلبت من بابا يطلقها. يا حسره يا حسره، هذه لو كان حبت يطرمي روحها من الطاقه انا نجيب الكرسي نعاونها وتنقز. روح عليه. شوف عمي انا راني رايحه، الا كش ما صرا عيط لي في التليفون. خطيك هاي هاي امشي روح هاي. قال خير عمي محمود. بالسلامه. قال خير عمو. بالسلامه بنتي. بالسلامه. قولك حاجه فايزه، يما كنتوم اللي فشتوها بزاف. شنو واش راك تقول ياسين؟ على بالك بلي راك تهضر على يما. هيا خلينا حبابك. انا تاخذوا رايي ما تقيموهاش تتعقل وحدها. انا راني حاير، عمري ولا شفت مراكي ما هي. هي تتشنف وانتم تحلوا فيها وتجروا وراها، هي تعيط وانتم خايفين منها. انا نقول لك صح، مزيه ومزيه ربي ما رايش يما. هذه هضره جديده. اسمع ياسين، ما نسمحلكش تهضر هكذا على يما، فهمت؟ كيما قادر يمك قادر يما. يما راهي مقادره روحها، فهمتي؟ ياسين حبس، راك تسب في يما. مانيش نسب فيها. الفطنورة هي تلعب بكم كما تحب. تسمع لحسابك انت، يما راهي دراري. اسمع ياسين، راني فهمتك مليح، فهمت؟ الزعف تاع الخدمة ديالك حبيت ترجعوا فينا، هذا ما كان. يا فايزة فهميني، أنا ما رانيش نقول لك عصي يماك، بصح شوية. أنتم راكمش حابين تجرحوها؟ وهي النهار كامل وهي حاكمة شقر وتقطع فيكم يا لطيف. بزاف صار هكذا ياسين. ما نقولك حاجة، والله ما نزيد نهضر معك حتى تطلب مني سماح. وراك رايحة؟ اطلقني ياسين. حبيت تروحي يابي؟ خليني ندبر راسي نروح وين نحب، ما تدخلش روحك، فهمت؟ خليني. اللي وش بيك هبلتي ولا؟ بعد الشي اللي سمعته منك ما نحبش نزيد نكمل طريقي معك، اطلقني. فايزة فايزة ارجعي يا المهبول ارجعي. العجب العجب اللي راه صاير في الدنيا، وانا نحسب روحي غير انا وحدي مغبون. مالي على حساب واش فهمت؟ عمرهم ما راح يعطوك السكنه. اواه يمدوا الناس السكنه. قريت في الجريده وزير الداخليه اعطى امر باش يوزعوا السكنات وبالخف. وزعما راح يطبقوا كلام الوزير؟ معلوم معلوم يطبقوا كلام الوزير. داروا في البلديه لجان باش يدرسوا الملفات ويوزعوا السكنات. ان شاء الله يا ولد عمي، ان شاء الله ان شاء الله. على خاطر باش تبقى انت هكذايا ولاد في البلاد. قلك الصحه دي ماشي معيشه. دراري رايح نجيبهم باش ندخلهم في المسجد. تروح تجيبهم؟ انا لو كان تاخذ برايي كمل خليهم تما عند جداهم وسجلهم تما حتى يفرج ربي. ما يطولوش ويعطيونا السكنه. اليوم الصباح رحت مع جماعه شفنا السكنات اللي راح يوزعوهم، هذوك اللي جايين قدام الباطوار. راكو غالطين، هذوك انا سمعت بهم باللي ماشي تاع البلديه، نتاع الوكاله العقاريه. نتاع البلديه وشنو ما حبوش يشهروا بهم هدمك. يا راجل ما يغلطوكش، الا كان هذوك اللي بحذا الباطوار انا راني متاكد باللي تاع الوكاله وباعوهم شركه الطيران. ياك هذوك اللي قدام جنان الورد. ايه ومن تحتهم الباطوار ومن الجهه الغربيه كان خزان الماء. هذوك هما. مالا نعطيك الصح، راني انا اللي خدمت لهم الصبيغه، بناتهم الوكاله العقاريه وشريتهم شركه الطيران للخدامين تاعها. افطن من الحلم تاعك يا ولد عمي، افطن. وقيل طولت عليك بزاف يا ولد عمي.
لا 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 الضيق من بكري كاين بلا بيك. وشنو انا حبيت نحل لك عينيك باش ما يغلطوكش وضيع القرايه على ولادك. ما نضيع لهمش قرايتهم، غير غدوه نروح نجيبهم. تروح تجيبهم؟ انا لو كان تاخذ برايي خليهم تما عند جداهم باش ما يضيعوش سنه حتى تبالك الامور. كريمو عمر عنده الحق، علاه ما تخليش الدراري عند جداهم؟ وبالك شي طولوا البلديه باش يعطوك السكنه. سمحوا لي نروح نصلي. الله يقبل. وش بك يا ورديه؟ حتى انت ما راكيش ممنع بلي الباطيمات تاع البلديه ورايحين يوزعوهم. اها سيدي، ونقولوا تاع البلديه مش غدوه اللي رايحين يوزعوهم. تعرف امور كيما هذه طولوا. والله ماني عارف علاش راكم تغلقوا في البيبان في وجهي. انا نجيب الدراري لهنا ونجري للبلديه حتى تسكنني. شكون راح يقوم لك بهم؟ انا على بالك راني داخله على امتحانات، وزيد وين تديرهم في هذا الضيق؟ الله يرحمك يا ليلى، كانت تعيط وتبلبل بصح رفدتنا. الله يرحمها، شوف مكتوبها وين تموت. لسانها طويل بصح قلبها حنين، كانت تعاون الناس وتحب الخير للناس. على كل حال الله يرحمها، بصح باش كانت تحب الخير للناس هادي راك غلط. يا ورديه خساره عليك، ما شفتيش شحال كانت تدير الخير في الناس. كانت تحب الخير للناس، ما نهضرش عليها خير. ورديه ورديه بيك يا ورديه. خلينا، جاب لي ربي مرتك وما كنتش تعرفها. كيفاش هذا ما كنتش نعرفها؟ خلاص دوكا ماتت ودات في عائلها معاه. لا لا والله غير تقولي لي واش كنتي تعرفي على المرحومه. راك حاب تعرف الصح تعرف. معلوم. عرسين ولا على لساني راهو مخفاف، نزيد ليا والميم يا حبيبي وش حال طار. انت يا كنزي سليم قلبي راك سيد بتوم، سكت وتربى عد على عقلي يا ما ملتوم. حالي حال الجمرة اللي غطها الرماد، وغدي بوحدتها ما يقربوا العباد. حتى جيت انت يا عزم عزم تقديها، عهدني وكن راجل عمر